وللحديث عن الدعوات لاعتبار محافظة البصرة منكوبة والتلوث فيها وسط الإهمال الحكومي، معنا من البصرة الأكاديمي والباحث الدكتور حسين الشمري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، ما مدى السوء الذي وصلت إليه البصرة على المستوى البيئي والصحي حتى وصل الأمر للدعوة باعتبارها محافظة منكوبة؟ نعم، في البداية تحية لكم ولقناتكم ولمشاهدكم الكرام. الوصول للبصرة بالمنكوبة وصف حقيقي وقريب من الحالة. البصرة مدينة لم يبقى فيها من مرتكزاتها ومن طبيعتها ومن ترتيبة سكانها ما كان سائدا قبل عقود. البصرة أهملت عقودا بأكملها. زاد الإهمال في الآونة الأخيرة عما كان عليه قبل ذلك. لنبدأ أولا بمسألة المياه. تعلمون حضراتكم أن الماء يأتي عبر دجلة والفرات. فماء دجلة يأتي من تركيا ويصل إلى سامراء تقريبا، هو ماء عذب، ولكن بعد ذلك هذا الماء يتحول إلى ماء ملوث، لأن جميع المحافظات شمال البصرة تلقي بمياهها الثقيلة ومياه المعامل والمبازل كلها ترمي مياهها الملوثة في دجلة وفي حوض الفرات، وهذه المياه تأتي لتتجمع في شتى العرب هذه. نعم. القناة التي كانت قناة بحرية وماؤها عذب ومحاط بأشجار النخيل التي ضاع أغلبها أو مات أغلبها نتيجة للإهمال والحروب. إذا مشكلة الماء الذي يأتي إلى البصرة من شمالها ماء ملوث بكل أطوالها في مصايا المياه الصحي ومياه المغسل. طيب دكتور، لكن إلى الروافد التي كانت في تزويد شط العرب أو بالضبط جنوب العراق بالمياه وهي من الجارة إيران، هذه الروافد الآن تقريبا قطعت، وحتى نهر الكارون الذي كان يصب مياها قرب قرية أم الرصاب حول مسراه ليصب في البحر. نعم. مما حدث في يعني نتيجة لانخفاض الحصة المائية لمحافظة البصرة التي هي أصلا ملوثة، مما أدى إلى ارتفاع اللسان الملحي. نعم. فشط العرب الآن مياهه مياه بحر مالحة وغير صالحة للاستعمال الشخصي وللبناء ناهيك عن الشرب. واضح دكتور. نعم. الآن نعم. طيب، ما تفضلت به هو التطورات خطيرة جدا على أرض الواقع في البصرة، وهناك نعم. مفارقة أخرى أرجو أن نتوقف عندها نعم. في هذا النقاش، وهي أن البصرة التي تعد من المحافظة الأغنى في العراق مقابل أنها تعاني من كل هذه الإشكاليات ومن كل هذه القضايا والأزمات الكبيرة، كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟ نعم صحيح. أتحول الآن إلى تلوث آخر. البصرة تنتج 60% من النفط العراقي، وهناك كما تعلمون هذه مسألة قديمة وأزلية، هي مسألة حرق الغاز. هذا الذي يعني يمكن أن يدر على العراق مبالغ كبيرة جدا لإسعاد شعبه وتطوير حياته، ولكن هذا يهدر ويحرق، وبالإضافة إلى ملوثات المخافي والمشاريع النفطية التي تطلق دخانا وأبخرة يعني في محافظة البصرة من شمالها إلى جنوبها. وهذا التلوث أدى إلى أمراض منها الحساسية وأمراض
الأنف والحنجرة، نحكي عن مرض السرطان الذي تفشى في أبناء البصرة من أطفالها إلى شيوخها، وهناك يعني من يذهب إلى مستشفى الطفل والمستشفيات الحكومية وحتى الأهلية تجد أرقاما مخيفة من إصابات الناس بهذا المرض العين. هذا شيء. الشيء الآخر كما تعلمون أن البصرة كانت هي الرأس الذي تحمل الضرر خلال الحروب. نعم. الاحتلال البريطاني عام 1914 أول ما وقعتها أقدام البريطانيين المحتلين كانت البصرة. نأتي إلى النتائج الكارثية التي سببتها الحرب العراقية الإيرانية، يعني وأنا تفتت عن الحرب العالمية الثانية ومجيء الجردة وغيرهم الهنود والسيخ المدينة. الحرب العراقية الإيرانية دمرت البنية التحتية في البصرة، وبالذات غابات النخيل التي استفت أو يعني قطعت لأسباب الحرب. نعم. حرب الكويت عام 91 أيضا تحملت وقتها البصرة، وفي 2003 أيضا البصرة تحملت وقتها الحروب. والان دكتور يعني والان دكتور الى 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 انهيار البنيه التحتيه في المدينه دكتور حسين نتيجه لتعرضها لكل هذه الظروف الحربيه والعملياتيه. الان نعم. الان منذ الاحتلال الامريكي حتى اليوم، لماذا تزداد اوضاع نعم. البصره سوءا يوما بعد اخر، على الرغم من انها من اغنى المحافظات او انها تصدر 60% وتنتج 60% من النفط كما تفضلت، كيف يمكن تفسير ذلك؟ نعم هي انعدام العدل، الإهمال، عدم الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين الذين تسلموا السلطة بعد 2003. هؤلاء الناس لا يعرفون إدارة البلد ولا يعرفون حاجات الناس. هؤلاء جاءوا لتنفيذ أجندات أجنبية ولملء جيوبهم وملء حساباتهم خارج العراق وشراء ذمم وأتباع لهم. إضافة إلى هذا أن هؤلاء الناس يعني ليس لديهم الرؤية وليس لديهم الخبرة وليس لديهم الانتماء للمدينة، لا بل الانتماء إلى العراق هذا الذي يعيشون على أرضه ويتنعمون بخيراته. يعني هو الخلل هنا، الخلل ليس هناك انتماء، ليس هناك شعور بالمسؤولية تجاه الناس. يعني الناس ضحايا هذا الإهمال وهذا وتغليب المصلحة الشخصية والفئوية على حساب مصلحة الجماهير ومصلحة الشعب ومصلحة العموم من المواطنين. أين نواب المحافظة الذين طالما استخدموا معاناة سكان البصرة كورقة انتخابية في نعم. الانتخابات وادعوا أنهم يملكون حاضنة شعبية فيها؟ يعني أين تذهب الوعود والعهود التي يقطعوها؟ نعم 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 نواب البصرة يا سيدي يعني هم أبناء البصرة، ولكنهم هم أبناء كتلهم، فالجهات التي دعمتهم وأوصلتهم و يعني أعطتهم الواجب، إلا لو ترجع إلى معظمهم هم يعني أناس يعني والله تسمح لي بهذه الكلمة، هم ناس نكرات قبل هذا الموضوع. يعني ماذا كانوا؟ لكن هذه الاحداث ونتيجه لاحجام الخيرين والناس يعني ذوي الكفاءات عن يعني الترشيح وعن الظهور وعن كذا، ادى الى ان تقعد هذه النماذج اللي هي تنفذ اجندات احيانا قد تكون ضاره بمصلحه البصره، واخرها هذه الان على دوره الخليجي 25 اللي الحكومه قررت ان يعني توفر الموارد الماليه لهذا المهرجان الرئاسي من مشروع البدر والديار الخاص بالبصره. يعني الا يستنجد هذا وقفه من نواب البصره ومن مسؤوليها ومن جماهيرها ومن الناس الواحده ان تقف وتقول لماذا يا لماذا من مشروع بكرة جلال البصرة وليس من المواجهة العامة ومواجهة وزارة الشباب والرياضة؟ يعني هذا جانب من التعسف والتعامل غير العادل مع البصرة وأهلها. أشكرك جزيلا دكتور حسين الشمري الأكاديمي والباحث، كنت معنا من البصرة.